Szef. 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 طاهي أو طاه والمؤنث طاهية. شيف لا يعني طباخ. الطباخ بالإنجليزية هو كوك. شيف أي طاهي لديه خبرة ومهارات أكبر من الطباخ. إذن كوك بمعنى طباخ وشيف بمعنى طاهي. He's an excellent chef. He's حرف H ننطقه كأننا نهمس. He's هو contraction أي تصغير لي He is an excellent. هنا نقول X ثم lent. Excellent بمعنى ممتاز. Chef. He's an excellent chef. إنه طاه ممتاز. Chef. ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء.